اخ يا ريحان خانم، منيح اني اجيتي، ما حدا عم يرد علي لا انت ولا اقبال خانم. لو تعرفي شو اللي عم يصير بالبيت. مروة مشان الله روقينا. اهلا وسهلا نجيب بك. خير؟ عم تستقبلون على الباب اليوم. بنتي شو اللي عم بصير بالحديقة؟ والله يا بيك نجيب بيك، ممكن نطلع نحكي شوي لحالنا بالمكتب؟ لا دخيلك، لسه هلأ وصلت على البيت، إذا في ضرورة بنحكي بعدين، بنكون ارتحنا. لو مو ضروري ما قلت لك بالمكتب. تفضل. تفضلوا على الصالون رجاءا. معلش صهرنا العزيز لسه ما اجا، اذا ما كان فيه تقلي يعني بدنا نتركن شوي معنا. ما في مشكله، اساسا هذا اخر زواج اليوم. اوه اصبح كتير ممتاز، اجت بمحلها. تفضلوا وصلي ضيوفنا لجوا وشوفي كمان شو بيحبوا يشربوا. حاضر يا بيك، تفضلوا من هون. هلا كل شيء تمام. هلا قلي لي شو هالموضوع المهم كتير. أنا خايفة إنك ما تفهمني لأنه أنا زمرة خانم، خليتيني فوت على المكتب قبل حتى ما غسل إيدي، بقى تركي التفاصيل وأحكي لي بدك إياه بس بكل صراحة. نسيم عملت شوية تحضيرات. شو هالتحضيرات هاي؟ شكرا. كرم وين صاروا هلا؟ صاروا تحت. خبرت نسيم شي؟ رح خبرها. يلا. اختي يلا. كتير حلوة. عن جد؟ يعني اجوا؟ جاهزة يا اميرتي؟ جاهزة بس انا كتير متوترة خالي. كتير كتير طلعة حلوة. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. وين الخواتم؟ والورد كمان؟ شكرا. مبروك يا عروس. ألف مبروك. حلو كتير. يلا يا شباب خلونا نروح. حاسة حالي دايخة كتير. بيتكن كبير. ما بدك تطلع يا عكبرو، أحياناً منشعر أنه ضيق لدرجة رح نختنق. لكن يا هذا البيت فيه ناس بحياتك كلها ما التقيتي فيه، ممكن أنك تلاقي صعوبة بفهمهم، وممكن أنه تنحرجي من تصرفاتهم معك يلي ما له معنى، وبوعدك أن يكون جنبك. بس في إلي عندك طلب، لازم كل اللي هون يتخيلوا إنه زواجنا مو مجرد حكي، يلي بيننا هو اتفاقية بين قلبين جريحين. حيطان هذا البيت رقيق كتير، إذا واحد فيهم عرف شي رح يدروا الكل. فعندك القدرة تحافظي على هالسر. رح حافظ عليه مو بس كرمالك وكرمالي أنا كمان. لما وافقت على طلبك كنت بعرف إنه هالأمر صعب، بس أنت ولا يهمك، أنا جاهزة لكل شيء. امشي. أهلا وسهلا يا خانم. شكرا مروة.
خيلك يا ربي. مرد، شو هالوقاحة؟ سألت شو هالوقاحة؟ رجاء وينه؟ شو جنار ما اجا؟ عن جد ليش النار؟ ليش عملت فينا هيك؟ علي ما هيك؟
اللي خططتي واخدتي لهنيك. اكيد عرفتوا انكم ما فيكم تجوزوا ابدا، مو هيك؟ قلتوا لحالكم لناخدوا على قيصري حتى ما امنعكم تجوزوا، وهنيك لقيتوا هالبنت وكتبتوا كتابوا عليها، ما هيك؟ النار. لو ما تدخلتي المرة الماضية كنت تزوجت. شو بدك يعني اعمل جلنار؟ يعني كنت منتظر مني اني اسمح لهم يجوزوك؟ كل اللي عملته اني حميت حبنا جلنار وقت اللي انت هربت. انا عملت اللي ما قدرت اعمله. أنا واثقة من إنك بتحبني، مشان هيك ما خبرتنا بزواجك. قلبك عم يخفق من شاني جلنار. بس نسي، لا تقولي هيك. نهاد أنا اخترتها وعجبتني، وأنا اللي طلبتها للزواج. حبيتها من أول ما شفتها. اسكتوا لا تقولوا هيك مشان الله بس. نسيم، أنا زلمة متزوج هلا. Tamam, kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra ihtirasla. جلار، شو ما بدك تعرف مرتك علي؟ شو رح نضل واقفين هون؟ يلا خلونا نفوت. يلا يا بنتي. ما كنت مفكرك هيك. يا خسارة. Kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla.
güzelleştim. Yasva sevmedim mi? Sevdim evet. Senden sonra طرفي بكل هي البرودة وما عم تتألمي أبدا. خلينا نروح نشوف وين راحت بنتك. شي حلو والله. أنت هلأ بدك تنصحني؟ أنا ما عم بنصحك، أنا بس عم ذكرك هي اللي راحت بنتك. أي نعم، أنا مو نسيانة هالشي، حكيت كتير وأكتر ما بتتصور، وقلت لها الشغلة ما رحتي، بس ما كانت تفهم، طول عمرها بتساوي اللي براسها وما بتسمع الكلام، خربت كل شي. معلش خليها تتعاقب. ليش شو هالجريمة اللي عملتها حتى تتعاقب؟ البنت عشقت، عشقت وبس. هذا ما بيعني إنها تدفع الثمن، بكفية اللي فيها. انت ما شفتيها نسيم بنتك تحطمت تدمرت، ونحن هلأ لازم نكون معاها مو نكون ضدها. روح الحق، ما حدا بنوب رح يمسكك، يلا روح الحق. لك انت كيف فيك تبردي دمك كل هالقد؟ مانك زعلانة أبدا عليها؟ انتي عم تبيعي بنتك بس لأنها عم تتعارض مع مصالحك. برافو عليكي. أهلا وسهلا فيكي بعيلتنا. الاستقبال ما كان لايق بس بدك ما تأخذينا. العفو منكم، هيك مقدر. شايف؟ أكيد عروستنا بتعرف إنه نحن مالنا ذنب بهالشي اللي صار، لأنه بنتنا عاقلة. اللهم صلي على النبي، الله يحميها من عين الحاسد. شو حلوة وهادية ما شاء الله. عم نجيب بعد إذنك بدي أخذ نهاد على الغرفة. تعرف الطريق متعب، خليها ترتاح. ابني بس لو طعميتها شي لقمة تسندها وبعدين بتروحوا بتطلعوا على غرفتكم. رح أقول لمروة خليها تحضر لنا شي وتجيب لنا اياه. عن إذنكم. أنا راحتك يا ابني، إذنكم معكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وأنت بخير حبيبتي. شنو صار هالشي؟ ليش ما خبرتوني بهالشغلة؟ شو بيعرفنا رح يصير هيك؟ لسه أول ما فتنا على الصالة جلنار شافها للبنت، بلحظة قرر يتجوزها. يعني مو انتو رتبتوا هالشغلة؟ شو هالحكي ريحان؟ والله نحنا هالمرة مالنا علاقة بهالشغلة، حتى انا قلت له امي لا تتسرع، خلينا نوصل على اسطنبول وهنيك بناخد رأي عمك ومنقرر، بس ما كان يقتنع. الله الله، وشو هالعشق السريع؟ مثل ما صار يوم اللي تعرف على ليلى، بتتذكر وقتها كيف درينا نحنا؟ كل شي صار وانتهى بلحظة. ما بعرف شو بدي لكم، فاجأت بس انبسطت على قد ما تفاجأت. اختار المرة اللي بده يتزوج على وحده. لو نحن اللي جبرناه كنت دائما رح حس بتأنيب الضمير والندم. والله غريب، فاجأنا هاليوم. جلنار اختار هيك وانتوا وافقتوا من دون ما تسألوا عنا اي سؤال، مو هيك؟ يعني عن شو بدنا نسأل يا ريحان؟ البنت بنعرفها وبنعرف هي مين. منيح اللي ما طل بالموضوع أكتر. لو ما كان تجوز هلا لا سمح الله كانت هالجنية الشقرة سرقته من قدام عيوننا كلنا. وخلصي إذا بتقدري، ساعتها بيكون أحسن. يعني أنا ما قلت أي شيء مرت أخي، بس تفاجأت شوي. آسفة، ألف مبروك، تصبحوا على خير. فوتي نهاد. هاي هي غرفتنا، مشي حالك بالفرش بعدين انت فيكي تبدلي على زوجك.
بعرف انصدمتي، حاولت برا اني حذرك بس صدقيني انا ما كنت منتظر كل هالشي بنوم. عم تستنانا ايام صعبه كتير يا نهال، كتير صعبه، بس كيف بدها تهدى الامور وكيف بدنا نتجاوز هالمشاكل هذا الشي اللي ما بعرفه. يا ريت لو فينا نعرف يلي مخبالنا كنا ما قربنا على اللي بيألمنا، بس الإنسان ما بيعرف شو يلي مقدر عليه. هاي هي حياة الإنسان، لازم يعرف كيف يتقبل الأمور، ونسيم كمان رح تعرف. أنا مع الزمن تعودت على الألم وهي رح تتعود. الإنسان بس يتعود على فكرة الموت بيصير يقدر يتقبل كل شيء. أنا آسفة، ما كان قصدي أفتح لك جروحاتك أبداً. مو مهم، أساساً إذا حكيتي أو ما حكيتي الألم موجود جوات قلبي. أنا نازل، في موضوع بدي أحكي مع عمي نجيب، رح أبعت لك شي تاكلي. أنا آسف لأني قلت لك إني تزوجت هيك من دون مقدمات، إن شاء الله ما أكون ضايقتك. أستغفر الله يا ابني، المهم عندي هو سعادتك واستقرارك، وأي شيء تاني ما المهم. أنا بعتقد إني أخذت القرار الصحيح، حسيت إنه نهاد قريبة كتير مني ويمكن رح تساعدني وترجعني للحياة من أول وجديد. هالزواج رح يكون صفحة جديدة إلنا كلنا. إن شاء الله إن شاء الله يا ابني إن شاء الله، بس ما بصير تترك مرتك لحالة من أول ليلة، هيك البنت رح تشعر بالوحدة. ابني هلأ أنت روح لعندها، بتكون مرتك عم تستناك. يلا ابني. يلا رايح. كتير منيح تبدأ حياتك الجديدة باحتفال الذكرى 50 لشركتنا، بهيك حالة بيكون ذهنك صافي. ايه خلينا نحن نقوم ننام، اليوم كان متعب كتير لقلنا. إقبال خانم، لقيت هدول فوق الطاولة، شو بتأمريني أعمل؟ اللي بيناسبهم ارميهم بالزبالة. نهاد، حسيت بالنعس. ايه طبيعي من تعب الطريق. هون ما حترتاحي، قومي روحي نامي على التخت. لا هاد تختك، انت روح لهنيك. خلص انا بنام هون. شو هالحكي؟ أنا ما رح ارتاح إذا ما نمتي على التخت. يلا قومي لهنيك وأنا رح نام هون. ماشي. أنا طالع لبرا لبين ما تبدلي ثيابك.
Anladım, unutamam, kara sevdam. Merak etme, yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra ihtirasla. Ama beni yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. ممكن فوت؟ تفضل. شكرا. بدك اي شيء تاني؟ لا شكرا. يلا تصبحي على خير. جلنار؟ زهرة مين بتكون؟ زهرة؟ عمي وأهلي لما شافوا المسافة اللي بيني وبين نسيم قربت، جابوا البنت من البلد مشان نتزوج، ومشان أهرب من نسيم بدون ما أفكر بالموضوع قبلت، حتى من غير ما أعرف البنت اللي بدي أتزوجها. بس نسيم فركشت جوازة، ومنيح اللي عملت هيك، لأني لو تجوزت زهرة كان أكبر خطأ ارتكبته بحياتي، لأنه زهرة ما كانت رح تعرف أنه أنا اضطريت لهالزواج، وكانت المسكينة رح تبني كل أحلامها على أساس أني بحبها. بس هلأ نحن منعرف أسرار بعضنا،
زواجنا اللي مفكرينه حقيقي هو ملجأ لألنا نحن اثنين. الحق معك، ما رح يكون لألنا الاثنين أحلام مع بعضنا. تصبح على خير. وانت بخير. صباح الخير. صباح النور. شو ليش فايقة بكير هيك؟ في شي؟ اشتقتي له؟ ليوسف؟ هو مانو أكتر من خطيب أختي حالياً. كيف أنت عم تهرب من نسيم؟ أنا هربت منه وخلصت. رجاءً من اليوم ورايح لبقى تجيب لي سيرته. طيب أنا آسف، ما قلتي لي شو صاير معك؟ اشتقت له لأنور طول الليل وريحته ما فارقتني بنوم. يلا تعي. لوين؟ بدي ورجيكي شغلة، بالأصح رح أعرفك على حدا. يلا. تفضل جلنار بيك. كيفك مايا؟ الحمد لله. بتقدري تطلعي. شكرا لك. شو فقت لأمورة؟ يا أحلى أميرة بالعالم، أميرة بابا أنت، تسلمي لي ما أحلاك. هي هي بنتك؟ الله أخذ مني ليلى بس أعطاني بدالها. خسرت ذكرياتي معها، أحلامي ووشها وصوتها، وما بقي لي منها غير هالبنت. أميرتي، الحلو اللي عايش أنا مشانه، بنتي الغالية، هي السبب اللي مخليني هون. حياتي،
أنا فهمانتك منيح. كنت مفكرة بعد يلي فقدت بنتي بعمري ما رح حط بحضني طفل غيرها، لحتى شفت أنور وملالي حياتي. شو صار لبنتك؟ توفت. العمر إلك. بعد نزلي صار أنور هو حياتي الوحيدة، حبيته مثل ما حبيت بنتي بالضبط، لهيك كان فراقه كتير صعب. فهمان عليك. أنوار عوضك عن حنيتك لنظلي، وإن شاء الله كمان إنه بنتي ليلى بتعوضك عن حنيتك لأنوار. يي؟ شو هالحلاوة هاي؟ حياتي. كأن أخذي برد. بردانة؟ لبسها يا هون؟ تعي بابا، تعي لشوف. بردانة حبيبتي؟ لبسي يا أمورة. دخيله أنا. خير إن شاء الله، شايفك تفاجأتي. في أحداث جديدة؟ لحظة، خليني أخذ نفسي شوي. لهلأ مو مصدقة. أنت شايف هالبنت البريئة نهاد؟ كانت متزوجة، اتطلقت قبل ما تتزوج جلنار بيوم واحد بس، وزوجها بالسجن. بالسجن؟ دخل على السجن لأنه طعن البنت بسكين، وقبل هيك كمان كان عنده بنت وتوفت. يعني باختصار نهاد وحدة غامضة. والله عجيبة، قديش في مصايب بهالدنيا. معقول هالبنت قدي تعذبت بحياتها؟ بس الغريب هو ليش جلنار لحتى يتزوجها لهالبنت؟ هذا اسمه العشق. العشق بيعمل كل شيء. دخيلك انت وهالعشق. المهم انا هلأ رايحة لانه في عندي شغلة مهمة لازم خلصها اليوم. لحظة، لوين؟ نسيتي انه في عنا اجتماع مع الفريق اللي بده ينظم الحفلة؟ والله حبيبي في عندي شغل اهم من هاي الحفلة. اذا كان بدك اجل الاجتماع شي ساعة. خاطرك. صباح الخير. صباح النور ريحان خانم. شو؟ بعد عروستنا نايمة؟ ما بعرف، عم دق الباب بس ما حدا عم بيفتح. جلنار بيك؟ الظاهر طالعين من زمان. انت بعتي لي مشروب لعندي هون؟ ايه بهالوقت بدي مشروب. في عندك مانع يعني؟ رح تبعتي لي اياه لهون هلا ولا بيجي انا باخده؟ شي بجنن ياه. اوف ريحان، ممكن فوت؟ مالي حابة شوف حدا من بيت الغاز هون. بعدين شو لك شغل عندي؟ رح أحكي يلي بدي أحكي وامشي من بعدها ولا يهمك. كيف عرفتي مكاني؟ مو صعبة. لما تقاتلتي أنت وليلى تركتي البيت وإجيتي على هذا الفندق. مرسي. ها
هذا هو الحل؟ رح تعملي مثل جلنار وتستسلمي للمشروب مو هيك؟ يعني عندك حل أحسن من هاد؟ بما أنه حضرتك رفعتي الراية البيضة معناتها صدقتي الكذبة وعشق جلنار وحبه لهديك البنت. جلنار هو قال لي بعظمة لسانه أنه بيحبها لهديك البنت ريحان. شو منتظرة مني إني ساوي يعني؟ عشق شو؟ شو هالحب هاد يلي بيمنعه يلمسها؟ جلنار والبنت ما ناموا مع بعضهم مبارح. أنت متأكدة؟ والله أنا عم قلك يلي شفته، هدول مبارحة المسا ما ناموا مع بعضهم. بتوقع بعد ما سمعتي هالحكي ما رح تعدي بالفندق وتشربي. أنا أجيت بس لأني مؤمنة بحبك نسيم. إيه حتى لو نام كل واحد فيهم بتخت وحده شو يعني؟ ما هن متجوزين، ما فيني ساوي شي. لا تضعفي نسيم، ارجعي مثل قبل حتى تقدري تاخدي اللي بدك إياه. ليش متأكدة كل هالقد إنه محاولاتي رح تخرب زواجهم؟ لأنه مو مزبوط، رح نثبت للكل إنه هالزواج مانو زواج حقيقي. عندي خطة مشان هالشي.